أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد. النور في الدنيا يزيد والرب تواب شكور. رمضان رمضان ويلكم رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نستقبل رمضان؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر من رمضان، وذلك لما يعد فيه المؤمن من القوة والطاعة، وما يعد فيه المنافق من اتباع الشهوات والغفلات. انظر أخي الحبيب، اطلع علي منيح، شو الفرق بين الإنسان المؤمن في استقبال رمضان وبين الإنسان المنافق؟ المؤمن يعد لشهر رمضان المبارك الطاعة والقوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلذلك هو يخصص كثرة القراءة للقرآن الكريم، وكثرة الصلوات من خلال التراويح، وكثرة الصدقات من خلال تخصيص الزكاة في شهر رمضان، وغيرها من الطاعات والقربات التي يجتهد فيها الإنسان المؤمن. أما المنافق فوقته بإيش؟ المسلسلات والأفلام والتلفاز وغيرها من الوسائل التي تعطر عليه هذا الشهر المبارك. إدراكك لشهر رمضان المبارك أعظم نعمة ينعمها الله سبحانه وتعالى عليك، فلذلك احرص كل الحرص أن تكون من أولئك الذين أعدوا لرمضان القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، والحذر الحذر أن تكون من أولئك الذين يعدون لرمضان الغفلات واتباع الأهواء وتكون من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.